بسم الله. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا في كل زمان ومكان يا حنان يا منان. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني وقت تشتغلوا بثلاثة الأقلام اللي سبق ذكرها، إذ تفيضون فيه يعني غارقين فيه مشتغلين به، إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من عجز به عن شيء، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، حتى لو بوا دان اتوم او دون فورمي كوشي فك البوا ذاك دو ريان دي تو، ربي سبحانه وتعالى خلقه واعتنى به وسيحاسبك على قدر صفاقتك مع الله. يقول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فين فين اللي ماشي تعجز عنه؟ فماش لا يكون لا في الأرض ولا في السماء، فماش ما يعجز الرحمن، كيف يعجزه ما في الأرض والسماء وهو خالقهما خلقهما والمدبر أمرهما ولأمورهما والسلام التمام والكمال على أهل محمد عليه الصلاة والسلام.